بنقدر نشد ده زي كده يا دكتور، زي السؤال معانا. دي حالة دي بس دي ميدل فيس، دي يعني احنا شدينا دي. اوكي في صور تانية قبل وبعد، يعني يمكن قبل دي كان صعب. دي مهمة انا ما قلت لهاش لسه، ان احنا ممكن نعمل تجميل للانف بالخيوط بدون من جراحة، غير جراحة، من غير جراحة. يعني هتقول لا مفيش جراحة في الخيوط تعالج، ولا مشرط، ولا الكلام ده كله، ولا كوست كمان، كمان ولا داون تايم، يعني مفيش، انت بتعمليها وبتنزلي عايزه تروح تعشي بره. كمان يعني انا ممكن ايوه اعملها مفيش تورمات، مفيش انتفاخات، ولا الكلام ده كله. كل الخيوط، مش في كل الحالات to be اكيد. honest، يعني مش في كل الحالات. طب بس والعملية بتاخد قد ايه دكتور، او وضع الخيوط وكده؟ هو انا ما بحبش كلمة عملية، ما بحبش كلمة عملية، هو التجميل. لا لا، هو اجراء بسيط عامل زي الفيلر. اوكي ماشي. يعني الفيلر ممكن يبقى مؤلم شوية عنه كمان، لان في الفيلر انا بضطر ادخل واطلع اكتر من مرة. في الخيوط لا، والفيلر ما فيهوش مخدر موضعي بالحق هنا. يعني انا في فيديو حابب ان هو ينزل، مش عشان يبان فيه احنا بنعمل ايه، بس عشان يبان فيه الحالة قد ايه، وانا بعمل لها الخيوط تتكلم عادي وتتحرك عادي. اعتقد الفيديو موجود، اللي هي حاجة بدون ألم تماما. فدي الخيوط. طيب لحد ما حضروا الفيديو دكتور، الخيوط احنا اتكلمنا عن الجبهه بنرفعها، الانف بنعدل بنقدر الشكل نجمله. بتاعها، الدقن كمان بنظبطها. حتى الشفايف النهارده طيب الفيديو هو كمان معانا.